قلنا ضد لونسي اوبيزيتي اللي بغا الضعف، البصله، الثومه، الخرشف، القوق، الفجل، الخرطال، الرجله، المريوت، خل التفاح الحامض، خل التفاح، ها خل التفاح داخل في هذه الوصفه، راه بوحده قلنا عشبه وحده او عقار واحد ياك ولا انا انغريديون من هذه الوصفه يخليك تطيح 5 كيلو بلا ريجيم في الشهر. بمعنى خل التفاح يخليك تطيح مينيموم 5 كيلو بلا ريجيم في الشهر. لا واضبنا عليه وبدي داك المعلقه الصغيره في داك نص كاس الماء ولا كاس الاروب ديال الماء دافي نشربوه قبل الفطور بوحده، فيه بزاف ديال المزايا. الوغ دابا حنا كنا نهضروا لي على الحلاقم، غندوزو دابا للتوتر العصبي لونكسيتي اللي فيه الخلعه واللي موتر واللي معصب وكل شيء. طريقه باش استعمال خل التفاح في التوتر العصبي، ناخذ مثال بسيط، ناخذ واحد جوج كيسان ونص راه هي رابعه ديال الكاس ديال الحياه ياك، هي رابعه ديال نعبروا بالكاس ديال مثال بسيط، الناس تتسهل عليهم انت تقول لهم كاس. جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجه الغليان، غنخويه على واحد جوج معالق كبار ديال المسحوق ديال الزعرور. الزعرور لوبيبين، الزعرور الشائك واللي قلنا راه بدا يقلال في المغرب، بقى غير في الريف والمويناطاس. نخليه واحد الربع ساعه يخمر حتى نص ساعه، نصفيه، نزيدوا عليه نص كاس ديال 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 الخل التفاح، نحركوا داكشي كامل. ما نساوش خل التفاح سي ان كونسيرفاتور محافظ. نشربوا واحد نص كاس تاع الكاس اللارو هذا قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، انا نفضل غير داك نص كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. اولا فتك لينا بكل شيء، الطفيليات واللي كاين كله في المعده وفي المصران وداك الشيء كامل، وعطانا القوه والجهد وكل شيء، وراه مطهر، راه سي ان انتيسيبتيك، وهد لينا الاعصاب. طريقه سهله، اش قلنا؟ واحد الرابعه ديال الماء ولا جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجة الغليان، نخويو على واحد جوج معالق ديال المسحوق ديال الزعرور، نخليو واحد ربع ساعة ولا نص ساعة، نفلتريو ونصفيو، نزيدو في داك الماء واحد نص كاس ديال خل التفاح، نحركو، ناخدو نص كاس الباقية نديروه في الثلاجة، نص كاس نشربوه قبل الفطور الغداء العشاء، ها هو ممتاز. ها طريقة سهلة، نفس الوصفة غادي لنا يومين. دونك حيدنا تتحيد الخلعة والتوتر العصبي والانهيار العصبي والأرق وهادشي كامل، تحيدو هاد الوصفة اللي سهلة. الناس باش يفهموا يقدروا يصوبوا وصفات ديالهم. اش قلنا في التوتر العصبي؟ النفس القانون نهزوه، دابا استعملنا غير عشبه وحده اللي هي الزعرور، نقدروا نستعملوا نبداو. اش قلنا؟ قلنا الهند بابريه لا ليتي سوفاج، نقدروا نضيفوا لها حويجات اخرين بلاص ما نديروا الزعرور، نقدروا نديروا عشبه وحده، كيف نقدروا نركبوا هذه الوصفه نديروا عشبات متعدده. مثال بسيط، ما بغيناش نديروا الزعرور نقدروا نديروا بابونش، ما بغيناش نديروا بابونش نقدروا نديروا الحبق، ما بغيناش نديروا الحبق نقدروا نديروا حبق الترنج، او نديروا لا ليتي الهند بابريه، يعني عندنا خيارات كثيره، او نديروا الورق ديال الزنبوع ديال الرنج، او لو ميل بيرتوي كاين حوايج. دونك عندنا خيار، نقدروا هاد العشوب كلهم اللي ذكرنا دابا نزيدوهم نخويو عليهم نديروا مثال بسيط معلقه صغيره من كل عشبه، ها الهند بابريه، ها بابونج، ها الحبق، ها حبق الترنج، ها اللويزا، دونك ها الورق ديال الزنبوع، دونك الحوايج، ها الميل بيرتوي، ها الفاليريان، دونك كاين اللي كاين خيارات متنوعه، مرد الدوش، الحوايج، دونك عندنا اللي هذا نقدروا هادو معلقه 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 صغيره من كل حاجه، نزيدوا واحد لتر دلارو بدرجه الغليان، نخليه واحد نص ساعه نفلتريو، نزيدوا عليه في ديك الساعه قلنا يترو لاروب، نزيدوا واحد تقريبا ثلاثه الاربع ديال الكاس ديال خل التفاح، احنا كوننا دواء فعال ممتاز مهدئ الاعصاب. الو الربو لازم الدقيقه غنخمروا واحد 50 غرام مثال بسيط ديال الخزامه في واحد جوج كيسان الماء بدرجه الغليان لمده واحد الساعه، نصفيه ونزيدوا عليه واحد نص كاس ديال خل التفاح، من الجهه نديروا الغرغره ديالنا ونشربوا. الرحمه فعاله، الربو مشاكل ديال الربو، نفس القانون نهزوه دابا تنهضروا على الربو. اش قلنا في العشوب ديال الربو؟ قلنا التداوي الاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه ياك، العشبه رقم واحد الزعتر، اذا ناخذوا الزعتر ندخلوه في هذه الوصفه ديال الربو. قلنا التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه، قلنا لو ماري بلون مريوت، وخا مره مفعاله ممتازه الرحمه، مجربه من 79 80 دائما غايه في الدواء ديالها. قلنا لا فارماكوبي اوكسيدونتال، قلنا لا مارجولين اللي هي مرض الدوش. الوغ نفس الوصفه نقدروا ناخذوا الزعتر بوحده ونديروا مع الخل التفاح،
نقدروا ناخذوا من الردو واش نديروه مع خل التفاح، نقدروا ناخذوا من الريو واش نديروه مع خل التفاح، نقدروا ناخذوا خزامه نزيدوا على خل التفاح. قلنا الاغلبيه ديال الادويه اللي كاين في الفارماسي مصوبه بالوكاليبتوس، نقدروا ناخذوا لوكاليبتوس نزيدوه حتى هو على خل التفاح. احنا ديجا لاخدينا غير وحده عشبه مع خل التفاح مفرده وصفه مفرده فعاله، بالاحرى لك ركبناها وهاد الاعشاب كلهم فعالين، ونزيدوها البرونكو ديلاتاتور اللي يحل لنا الشعاب اللي هو لا ميبيزناغا اللي هو البشنيخه او الخله الور البشنيخه الور. احنا كوننا دواء فعال ممتاز معلقه صغيره من الكل من كل عشبه، هما فيهم خمسه دابا اللي كان والبشنيخه هي سته الور، معلقه صغيره هي سته المعلقه صغار ليكيفالون ديال ثلاثه المعالق كبار ياك، نزيدوا عليهم واحد لتر ولا روب ديال الماء بدرجه الغليان، نخلي واحد الساعه نفلتريو، نزيدوا واحد الكاس لا روب ديال خل التفاح فيها. احنا درنا لنا تقريبا يترو ديال 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 الدواء فعال ممتاز موالين الضيقه، ماشي غير الضيقه، ضربنا البرد الرواح فينا الضيقه الكحبه السعال داكشي كامل صالح ليه من داك الشرف. دونك الناس كيفاش يصاوبوا هذاك؟ دابا تنهضروا كنا تنهضروا غير على خل التفاح وخزامه، ومن بعد سير لو شون تنعطيهم كيفاش يكونوا دواء بهذه العشبه او عشوب اخرين اللي تيهموا الصدر ومشاكل ديال الصدر، كيف نفس الاعشاب اللي تيهموا التوتر العصبي والانهيار العصبي. عندنا خل التفاح والحروق لي بريلور، بلا باش نتجنبوا الحدود ديال ديك الفقاعات ديك لي زومبول دونك النبالات هذاك ناتجين على على حروق الحروق دونك تنبال والاثار ديالها. ندهنوا المكان ديال 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 اللي تحرقنا فيه بالزربه بسرعه، ندهنوا بخل التفاح ما ينبلش لينا. اش نديروا حنا المغاربه؟ كنا تنعرفوا اش قلنا؟ قلنا المغاربه قافزين تيكونوا الدواء، راه البارح قلناها راسهم تيخلقوا الادويه مثال بسيط. واش ولا كاع في الديور كنا اللي تحرق تيمشي يجري السينيال، تيه السينيال يديروا فوق الحرقه، ها هما كونوا سينيال دواء ما كانش موجود. اي بورتو هذاك اللي جهد منه وحسن منه خل التفاح في البلاصه طبيعي مطهر وضد هذاك النبالات ولا الفقاعات اللي هذاك. دونك لا تحرقنا خل التفاح، راه الجرح راه عظيم راه ممتاز راه يقتل الجراثيم وكل شيء ويلحم بالزربه. دونك قلنا لي بريلور الحريق ناخذوا خل التفاح ونمشيو ديريكتومون بالزربه وندهنوا على الحرقه. عندنا لي كوت سولي لي بريلور اش نسميتها دونك ضربات شمسيه او الحروق الشمسيه نفس الشكل. عندنا لي كاري دونتير، عندنا نخر الاسنان دونك عندنا لي كاري نشلوهم بالخل التفاح ما بقاتش هاد لا كاري تجنبوها